بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يلي بيصير ب8 أذار من كل سنة ويلي بتحتفل فيه النساء بمعظم الدول، الجمعية المسيحية للشابات ببيروت بتنظم حفل تكريم كل سنة لسيدة إلى إنجازات مميزة بقطاع معين. لنحكي أكثر عن هالحفل بنستقبل السيدة دانييلا شمالي، رئيسة لجنة اليوم العالمي للمرأة. أهلا وسهلا فيك. يعني أنتوا صار لكم بتعملوا هالحفل من 8 سنين. نعم. وطبعا بتكرموا سيدة مثل ما نحن ذكرنا بالبداية. قبل ما نحكي عن حفل السنة، حب أعرف أكثر عن كل شيء بتحضروا بالجمعية، نعرف أكثر عنها وعن الأمور اللي أكثر شيء بتركزوا عليها. نحن بالجمعية المسيحية للشابات بيروت بشكل خاص نشتغل على تمكين المرأة على جميع الأصعدة. تأسست الجمعية سنة 2009 ببيروت، هي بتحتوي على عدة فروع بلبنان تحت مظلة الناشنال YWCA اللي هي صلة الوصل بيننا وبين الانترناشنال YWCA اللي هي بجنيف. كل مشاريعنا هي لتنمية المرأة وقدراتها بهدف الوصول إلى مراكز صنع القرار. هيدا هو هدفنا الأساسي، وكل البرامج اللي نعملها على مدار السنة بتصب بهيدا توصل لهذا الهدف. نعم. شو المميز بحفل هالسنة؟ المميز انه هاي السنة تكريم للمرأة النقيبة، يعني المرأة النقيبة هي مرأة انتخبت نقيبة، ما تعينت، ما اجت، انتخبت يعني بالأصوات، بقدراتها، بإنجازاتها. نعم نعم. انتخبت أكيد بعملها وبجديتها، ونحن منعرف أهمية هالمركز هيدا، لأنه مركز النقيبة هو مركز أول خطوة للعمل السياسي. بدراسة عملناها ضمن تجمع النساء في البرلمان اللي نحن من مؤسسينه كمان، بيّن أنه بعد الانتخابات البلدية سنة 2016 70% من النساء اللي ربحوا بالانتخابات كانوا بينتموا لنقابات. هيدا بدل انه أهمية العمل النقابي للمرأة إذا عندها طموح توصل للعمل السياسي. ذكرت حضرتك بالبداية انه الهدف هو تمكين المرأة. صح. على شو أكتر شيء بتشتغلوا لحتى تقدروا توصلوا على هالهدف؟ نشتغل على برامج على مدار السنة تدريبية على القيادة، برامج بتخلي المرأة تكون اقتصاديا مستقلة مثل المدرسة اللي عنا، وفي مثل هلأ كمان عاملين برنامج ترشحي وانتخبي اللي هو ضمن تجمع نساء في البرلمان بواسطة ناشنال YWCA واليو ان دي بي ليب، هو مشروع يو ان دي بي ليب لي ترشحي وانتخبي اللي هو اويرنس كامبين بنقوم فيه من خلال الفروع تبعنا بعدة محلات بلبنان، لي اولا نشرح عن هالقانون الانتخابي الجديد، ثانيا تشجيع اختيار اللوائح اللي فيها نساء، وثالثا اعطاء الصوت التفضيلي للمراه. شغله كثير مهم نقول انه كل صوت مهم، لانه هلا بهيدا الانتخابات النسبيه الصوت له كثير اهميه. نعم. عنوان الحفل تحيه الى المراه النقيبه. نعم. ليه اخترتوا هذا العنوان؟ نحن للحقيقة بهيدا الإيفنت منضوي على كل مرأة وصلت، هذا هو هدفه للإيفنت من 9 سنين لهلأ. هدفه كل مرأة عندها عملت هالإنجاز، نعتبره إنجاز، وصلت. تحية إلى المرأة النقيبة، لأنه هاي المرأة كان عندها للصراحة شجاعة، يعني يمكن كل وحده جاي من باك جراوند مختلف، كل نقابه لها تحدياتها مختلفه عن الثاني، بس كلهم بتجمعهم شغله وحده انه شجاعه، ما خافوا. في منهم تهددوا، في منهم هددون شخصيا، في منهم هددون لعائلتهم، ما خافت هاي المراه، ضلت مسابره ووصلت. ووصلت لمركز منه هين، صعب الوصول له، يعني بيكون اوقات بوجه في خصم يمكن مدعوم سياسيا كثير قوي. في بفتره التحضير للحفل اللي هو جمعه الجاي، صار يعني بهالفتره هيدي صار كثير عندنا حديث مع هالنساء وخبراتهم، وكلهم كلهم عرفنا قديش صعب
وصلت بصعوبة لهالمركز بس ما خافت، وأنا بدعي المرأة بهالمناسبة اللي عندها طموح توصل لمراكز سياسية ما تخاف، لأنه في عنا قدرات بلبنان، عنا نساء قادرة توصل، جديرة متعلمة من جامعات لبنان ومن جامعات برا، وعندها قدرات تقدر توصل، عندها بجاج تقدر يخليها توصل. إذا عندها حلم لازم ما تخاف وتتشجع وتتقدم. طبعا المرأة شو ما كان حلمها أو طموحها، وين ما كانت موجودة، وين ما هي قررت أنها تكون، أكيد دورها فعال وأساسي ببناء المجتمع، إن كانت ربة منزل أو حتى امرأة عاملة بالمجتمع. صح. شكرا السيدة دانيلا شفالي، أهلا وسهلا فيك. أنا بدي أشكر بس دار الهندسة لأنه هني دائما سبونسرز تبعنا. بدي أشكر راعي الحفل الوزير معالي الوزير الأستاذ محمد كبارة، بدي أشكر الـ LBC لأستضافتنا. نحن بدون الإعلام صوتنا ما بيوصل. أهلا وسهلا فيك. مرسي. أهلا.